إذا علم العبد هذا يقع بين حالين: معصية كتبت عليه فنسيها حتى لم يبالي أن يستغفرها، فيخشى عليه أن يلقاه الله جل وعلا يوم القيامة بها، قال الله: أحصاه الله ونسوه. والحال الآخر أن من الناس من يوفق لطاعة، سواء بر والدة، بر والد، إعانة مسكين، صلاة في جوف الليل، طواف بالبيت، إلى غير ذلك مما شرع الله من الطاعات، ثم هو نفسه ينسى هذه الطاعة ولا يعد يذكرها، حتى لو جاء أحد وذكره بها ممن رآه لما تذكر. لكن الله جل وعلا لسعة رحمته وعظيم علمه يحفظها له. فأعظم ما يمكن أن يدخره الإنسان لنفسه عمل صالح يرجو أن يلقى الله جل وعلا به يوم القيامة.